ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في السفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد لفيلم من الافلام اللي كانت مفروض تتعرض في موسم عيد الفطر 2021، بس مع الاسف ما تعرضتش. انا مش عارف ليه بصراحه. امبارح سمعت طراطيش كلام كده ان تقريبا ان هيفاء وهبي ان عايزه يعني تقريبا عملت مشكله بسبب الفيلم ده، او تقريبا كانت عامله مشكله ان هي عايزه توقف الفيلم او الفيلم ما يتعرضش، حاجه زي كده. معرفش الكلام ده حقيقي ولا لا. وهو الفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده هو فيلم اشباح اوروبا، هو من بطوله هيفاء وهبي واحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر واروى جوده وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن وباسم السمره، وهو من اخراج محمد حمائي. محمد حمائي مش المغني، محمد حمائي ده المخرج. محمد حمائي على ما اعتقد ما عملش اي فيلم قبل كده اخراجيا، تقريبا كان بيعمل مسلسلات بس كده. ليت مي تشيك، كان بيعمل مسلسلات بس على ما اظن. اوكي، ما عملش ولا فيلم قبل كده. عمل فيلم واحد بس هو كان المخرج، لا ده كان مساعد مخرج. ما عملش ولا فيلم قبل كده، ده اول فيلم يخرجه هو محمد حمائي. هو اشباح اوروبا، هو حاليا دلوقتي بيحضر فيلم اسمه تحت تهديد السلاح، وهو من بطوله حسن رداد وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل والناس دي كلها. ده اول تجربه ليه اخراجيه في السينما يعني. ما اعرفش اذا كان ممكن التريلر يعجبني ولا لا. اتمنى ان هو ممكن يطلع حلو، وبصراحه هتضايق لو هو طلع حلو وما تعرضش في العيد. يعني انا بجد متضايق لو طلع في الاخر حلو وما نزلش. يعني اتمنى ان هو يعجبني، اتمنى. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. فيلم اشباح اوروبا، يلا بينا. $10 مليون. افتكر ان سليم مش هينام غير ما يشوفنا بنموت قدامه واحد واحد. انا بشاره من صبعي اصفيكم انتوا الثلاثه. مش واثق فيهم، ده اللي عاش معانا طول عمره عمل فينا كده، امال دول هيعملوا فينا ايه؟ اليخاندرو ما بيعملش حاجه ببلاش. انت فكرتك يور فريكنج جينيوس. احنا هنمشي من هنا ومش هنأذي حد. انا كمان الغلط عندي بموت. طب ما انا كمان الغلط عندي بموت هارون. ده على ارضي وفي ملعبي. دان هناخد قشين من المره دي ونخلع على مصر. رجاله كتير وما عنديش اكتر من طلب. اوكي يا جماعه، اشباح اوروبا هو فعلا مكتوب فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض، زي ما انا كنت قايل هو فيلم كان المفروض يتعرض في العيد ومع الاسف ما تعرضش. انا احب اقول لكم حاجه، الفيلم على قد ما هو حاسه هيبقى حلو، على قد ما هو الشركه اللي اسمها سنابرز دي، ما انا ما اعرفش ايه سنابرز ده، انا اول مره اشوف شركه الانتاج دي، على قد ما هو شكله على قده كارف شويه على ذا ايطاليان جوب والافلام العصابات والكلام ده كله، هيبقى فيه تصوير بره كمان. ولا بتحس ان في صرف كويس يعني في الفيلم، تحس ان الفيلم مصروف عليه، يعني تحس ان في حاجه تقيله في الفيلم مش اي كلام وخلاص. واحب ابشركم انا من وجهه نظري الشخصيه، انا لو الفيلم ده لو كان نزل العيد ده في عيد الفطر ده، اقسم بالله ومستعد اجيب لكم مصحف احلف لكم عليه، الفيلم ده كان هيجيب المركز الاول، يا المركز الاول يا المركز الثاني. الفيلم ده كان هينافس فيلم رامز جلال، لان انا دخلت من شويه عشان اعرف الايرادات بتاعه افلام عيد الفطر. رامز جلال اعلى ايرادات زي ما انا كنت قايل، جايب 9 مليون وحاجه، واللي بعديه ديدو على ما اظن جايب 6 مليون او 7 مليون، وبعديه دينا الشربيني جايبه مليون وكسر، مليون وحاجه كده يعني، او 2 مليون الا حاجه شبه كده يعني. الفيلم ده لو كان نزل في عيد الفطر بتاع السنه دي، انا ابسم لكم بالعشره، انا متاكد مليون في الميه ان الفيلم ده يا اما كان هيجيب المركز الاول، يا اما كان هينافس رامز جلال على المركز الاول او المركز الثاني. ده اللي انا متاكد منه مليون في الميه. مش عارف الفيلم ده هينزل امتى، انا ما عنديش اي فكره صراحه، ما كتبوش، لان هو كان المفروض ينزل في العيد عيد الفطر، وبعد كده ما عادش عارف اتاجل ولا ايه اللي حصل له. بس هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ ما علينا، هنشوف الفيلم ده هينزل امتى. انا نسبة ترقبي للفيلم 7/10. اتمنى ان هو يبقى حلو يعني، واتمنى ان هو يكون حاجة شبه اللي هو التريلر اللي هو مصوره لنا يعني التصوير. انا اهم حاجة بالنسبة لي في الفيلم ده لحد اللي اكتر حاجة شدتني التصوير بصراحة والاخراج.
اتمنى ان هو يبقى زي كده زي التريلر يعني يكون حاجه نظيفه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن التريلر بتاع فيلم اشباح اوروبا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.